كلمة حول الملعب. الملعب يا أخو الله يبارك، خدمة شابة بروفيسيونال يا أخو الله الله يبارك. واش طلب من الأنصار؟ الأنصار نطلبوا منهم يستحفظوا على الملعب، الملعب هذا تحفة يا أخو، ويشرف كاع البلاد هذا الملعب يا أخو الله يبارك يا أخو. عطيناك كيفاش شفتوا عملية التنظيم والدخول للملعب؟ التنظيم والله غير تمشي سوا سوا، الله يبارك ثاني تنظيم، ماشي زعما نزيدوا عليها ولا، هاي سوا سوا حقيقة وقال تسمى كيما نقول لك، هاي تمشي سوا سوا الله يبارك ثاني. بالماضي ولا بالماضي خلوه يخدم بوقره يا خو، هذا الماتش اميكال احسي لي الجواري شوف قدام، ما تحسبوش على الماتش هذايا، حنا شون انا مع قلب ورب بوقره ورايحين بعيد في بلادنا وقدام وانا معاه. بالنسبه للماضي بالماضي خلوه يخدم، مازال طريق طويله ومازال كوب دافريك مازال كوب ديمون، يخلوه برك يخدم برك، خلونا مت شويش ولا هضره زايده يخدم بالماضي شيكو، وان شاء الله الصفره الصفره بنتنا الصفره هاي في القلب الصفره طلع ان شاء الله يا اخو براقي راك تعرف سيره نونو. ملعب نيسون مونديلا ما شاء الله تحفه رياضيه مكسب للجزائر وفرحنا به ما شاء الله. ان شاء الله يحافظوا عليه ومليح للجمهور ومليح مليح لينا كامل. بالنسبه لعمليه الدخول كيفاش كان؟ تنظيم جيد ومحكم، لقينا تسهيلات كبيره من عند الدرك الوطني ومنظمين هنا في سطات. بالنسبه للمنتخب الوطني واش تقول كلمه بقدر ان شاء الله يفرحونا كما فرحونا في كوب داراف ويعاودوا يجيبوا لنا تيتر ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. اعطينا كلمه حول الملعب. بون السلام عليكم، واش نقول لك، الملعب في القمه، ملعب عالمي، تنظيم عالمي، الدخله تاعو كما نقولوا تدخل باريحيه ما شاء الله الله يبارك في المستوى. السلطات الامنيه موفرة، شوف موفرة النبيه ومتاهلة معنا بها وما ميقيديوك شغل كما نقولوا الامن ويزدي قيديك تما الحمد لله. بالنسبه للانصار واش تنصحهم بخصوص الملعب؟ الانصار لازم، شوف الانصار هما كلش، لازم يكونوا في المستوى، لازم يدعموا بلادهم، ما تنساش كوب دافريك لازم هايك شغل بينه وبين هذه اللي راح تجيب لنا كوب دافريك ان شاء الله للجزائر ولا اللي راح تبعدها علينا، تما ان شاء الله لازم عليهم يكونوا في القمه. بقرة ولاعبين، شوف باش ما نحطوهمش كيما نقولوا ما نديرولهم سوسبانس، يروحوا لبعيد وخلاص، حنا ماذا بينا في بلادنا نجيبوها، بصح مامي الا ما جبناهاش معليش، هاي البرازيل وخرجت كوب ديمون تسمى الله غالب، ان شاء الله فيها خير وسلام عليكم. كلمة حول الملعب. بون الملعب شباب بزاف الله يبارك، وعالمي كيما نقولوا حنا عالمي الله يبارك. واش تقول الأنصار باش يستحقوا؟ الأنصار لازم يدخلوه كيما يقولوا حبة حبة باش يخرج تنظيم شباب باش يشوفوه، بيسك حيشوفوه بارتو هذا الافتتاح هذا كوب دافريكا هذه اللي جايه حيشوفوها بارتو، تسمى باش نشرفوا كلمة بالماضي واللاعبين. نقول له ربي يوفقهم إن شاء الله في هذا الآخر وإن شاء الله ندوها ونفرحوا ويشوفونا كاع في سكارة في راك تعرف هاي والله إن شاء الله يا ربي. أعطينا كلمة على هذا الملعب. استاد ما شاء الله استاد شباب خدمة شابة وإن شاء الله إن شاء الله يحافظوا عليه سيبورتور وإن شاء الله يمدوه لسيبورتور تاع حراش ويدوه الحراش إن شاء الله ندوكو بدافريكو إن شاء الله ندوكو بدافريكو إن شاء الله ندوكو بدافريكو هنايا وراكم واثقين باللي بوقر ينجم إن شاء الله فيها خير فيها خير إيكيب شابة وعنده خبرة يعرف عنده إكسبيريونس ان شاء الله ان شاء الله هذا يدو الحراش يا خو تاعنا راه وعدنا سطات تاعنا.